انخفضت اسعار برينسي يا ستنا، يا دوب يجينا 3 زباين بالاسبوع. شو بدك؟ شفت رجال بيجوا لهون ليخففوا وجعهم، صايرين النسوان بيجوا لعنا كمان. أهلين بالقمر. أنا حياة بنتي على المحك، وبهي الحالة الأم ما بتخاف تواجه حتى الشيطان. مو بس تجي على هيك مكان. شو بدك منا؟ عم دور على البنت اللي اسمها كاملة. انتي شو بدك من كاملة؟ انا بدي كاملة تقابل حماتي اليوم، لانه الزلمة يلي حماتي بدايا يتزوج بنتي بيعرف كاملة منيح. بتمنى انك تفهمي عليه، وابني الصغير شافهم سوا. انا بدي احمي حياة بنتي مو اكتر من هيك. غير هيك هو عم يضرب كاملة، اسمه بيكون تشاندار. اتصلي بكاملة. ماما هي هي. كاملة لازم تجي معي فورا. وقفي، ما رح تروح معي. هالست بدها اياكي تقابلي حماتها، وبدها اياكي تفضحي زبون عندك اسمه تشاندار. شو قلتي؟ لا ابدا مدام، انا ما بدي اتورط بهيك موضوع بالمره. بس هو ضربك ما هيك؟ ايه صح ضربني، بس دفع لي بالمقابل. بعرف انه هو بيعطيكي مصاري. ساعديني حافظ على بنتي، بترجاكي هذا اخر مكان الي. اذا ما اجيتي معي اليوم وكشفتي حقيقة تشاندار، فهو رح يتزوج بنتي ورح تتدمر حياتها كلها، وأنا ما بدي هالشي يصير. لهيك بترجاكي قدامهم كلهم، بترجاكي قليلة. بتوقع سمعتي شو قالت، هي رفضت تروح.